مشاهدو في الجول، اهلا وسهلا بيكم. قبل اي حاجه، مبروك لنادي الزمالك التاهل لنص نهائي دوري ابطال افريقيا لاول مره من عام 2016 بعد التغلب على الترجي الرياضي التونسي 3-2 في مجموع المباراتين. خساره في رادس 1-0، ولكن خساره لا تعني اي شيء بسبب فوز الزمالك 3-1 في مباراه الذهاب، وبالتالي تاهل الزمالك كاول الفرق المصريه المتاهله لنصف نهائي البطولات الافريقيه هذا الموسم. مبروك للزمالك، وفي انتظار الاهلي بكره ان شاء الله قدام ميلودي سان داونز في دوري ابطال افريقيا، وكمان في انتظار بيراميدز والمصري يوم الاحد في الكونفدراليه الافريقيه امام زاناكو وامام نهضه بركان المغربي. الزمالك النهارده بيقدم مباراه رائعه. هكون معاكم الاول احمد العريان عشان نتكلم على المباراه ونقرا تعليقاتكم ونشوف ارائكم على المباراه وكيف ادارها باتريس كارتيرون النهارده، وتالق الحقيقه في إدارة المباراة والصعود بالزمالك إلى نص النهائي. النهاردة الزمالك بدأ المباراة في وجهة نظري بشكل جيد جدا. أول 18 ثانية كان هو المهدد لمرمى الترجي، مستغلا نقطة ضعف الترجي اللي هي المفترض متمثلة في معز بن شريفية اللي شفناها في مباراة الذهاب. أوباما سدد أول كورة وقعت من إيده، بس تأخر مصطفى محمد في المتابعة، عشان كده معز بن شريفية تصدى لها. لما بنقول كده بنقول ان مش بنقولها كلام مرسل، لا، في الشوط الثاني كمان رجع لعيبه الزمالك يحاولوا يسددوا تاني على معز بن شريفيه، فده بيؤكد ان هي دي كانت تعليمات باتريس كارتيرون للاعيبه الزمالك، اللي هو استغلوا نقطه ضعف معز بن شريفيه. لكن ايه اللي حصل بعد كوره اوباما في الشوط الاول؟ جت ركله الجزاء. هل ركله الجزاء جت بسبب ضغط من الترجي؟ هل ركله الجزاء جت بسبب ضعف تكتيكي في خطه الزمالك؟ لا، الحقيقه ان هي كوره طارق حامد فضل ان هو ما يضغطش على او ما يعملش ما يرتكبش مخالفه مع لاعب الترجي علشان ما يحصلش على كارت اصفر، فبالتالي مررها. اللاعب بيباصي الكوره جت في ايد محمود علاء، حسب ضربه جزاء. المفروض بدايه هي الافضل لاي فريق صاحب ارض علشان يعود في نتيجه بعد تاخر ب 3-1 في الذهاب، تجيب جول في الدقيقه الثالثه، معناها ان انت فاضل لك جول واحد وتتاهل. مباراه مفترض ان هي في طريقها ان تكون صعبه جدا على اي ضيف ومبشرة جدا لأي صاحب أرض، ولكن الزمالك بيظهر شخصية قوية تاني للمرة التانية مع باتريس كارتيرون، أو للمرة الثالثة خلال شهر واحد مع باتريس كارتيرون في مباراة السوبر الإفريقي. الزمالك كان أنهى الشوط الأول متقدم بهدف، في الشوط الثاني مع بدايته هدف تعادل للترجي في توقيت مثالي لأي فريق عايز يعود في اللقاء، لكن لعبت الزمالك جمعوا نفسهم ولموا نفسهم وقدروا ان هم يسيطروا على الماتش ما يخرجوش منه، فانتهت المباراة 3-1 لصالح الترجي. هنا ظهرت شخصية الزمالك. في مباراة الترجي في مباراة الذهاب اللي هي على استاد القاهرة، تخيل تكون بتلعب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا وتتأخر بهدف، وانت مطالب ان انت تسجل وتخرج بشباك نظيفة علشان تروح مباراة الاياب وانت مستريح، لكن اللي حصل ان الترجي سجل وتقدم على الزمالك في مباراة الذهاب، ومع ذلك بيتعادل الزمالك سريعا بهدف لمحمد أنجب، والزمالك بيظهر ايضا بشخصيه رائعه، شخصيه قويه بقياده باتريس كارترون، وينهي اللقاء متقدم 3-1. النهارده بيتكرر الموقف لثالث مره، الزمالك بيتاخر في الدقيقه الثانيه 1-0. كنا بنشوف الزمالك بيتحط في مواقف زي دي قبل كده بينهار، مش الزمالك بس الحقيقه، يعني لو قلنا الزمالك قدام النجم الساحلي قبل كده في نص نهائي الكونفدراليه الافريقيه خسر 5-2 في المغرب. لو قلنا ان الزمالك قدام ميلودي سان داونز في نهائي دوري ابطال افريقيا بعد تلقي الهدف الاول خسر 3-0. عفوا 5-2 دي كانت قدام الوداد في قبل نهائي دوري ابطال افريقيا، مباراه الاياب اللي الزمالك صعد منها بشق الانفس، او مباراه 5-1 قدام النجم الساحلي في قبل نهائي الكونفدراليه الافريقيه. كلها مواقف كان الزمالك لما بيتلقى فيها اهداف مبكره خارج الارض بينهار فيها. لو قلنا الاهلي قدام ميلودي سان داونز كمان السنه اللي فاتت والخساره بخماسيه، ده اللي كان بيحصل للانديه المصريه خارج الارض لما بيتلقوا اهداف مبكره مع الضغط الجماهيري. ولكن باتريس كارترون في شهر واحد للمباراه الثالثه على التوالي بيظهر عكس كده تماما. زي ما قلنا مباراه السوبر الافريقي بعد مباراه التعادل، النهارده في مباراه الذهاب على ارضك، النهارده بيعود او بيصمد لباقي احداث اللقاء. الحقيقه ان انت لو بصيت كمشجع للزمالك مفترض ان في ماتش زي ده هتكون 90 دقيقه حاطط ايدك على قلبك، لكن انا النهارده كمتابع للمباراه وكنت طبعا بتمنى ان الزمالك يتاهل، انا ما كنتش قلقان على الزمالك الا من الحظ العسر. كنت خايف ان هو الحظ العسر يقف ضد الزمالك
في اي كوره من الكرات طايشه ويسجل الترجي هدف هيكون كفيل بصعود الترجي، لكن خطوره حقيقيه على مرمى الزمالك محمد ابو جبل ظهر في لقطه واحده، او يعني طبعا لقطه الهدف خطا في الشوط الاول، الكوره اللي طلع فيها بشكل خاطئ ودي غلطه منه مش قوه من الترجي، يعني هو اللي تسبب في الخطا وهو اللي صلحه. والتالق العظيم في الشوط الثاني بتصويبه الهوني تصوب كوره في الشوط الثاني، الدفاع واقف قدام ابو جبل ولاعب الترجي كمان واقف قدام ابو جبل، ومع ذلك رد فعل خارق من ابو جبل، تصدى للكوره، فكانت هي هايلايت الماتش، اعتقد ان هي الكوره الفارقه في المباراه واللي كانت سبب رئيسي في تاهل الزمالك. دي الكره الوحيده اللي شكلت خطوره حقيقيه على مرمى الزمالك، ده معناه ان الترجي فعلا ما جاش. يعني الترجي كانت كل التصريحات بعد مباراه الذهاب اللي هو استنونا في مباراه الاياب في رادس باش نكسبوكوا، المباراه هتكون مختلفه، الضغط الجماهيري هيكون رهيب مش هتستحمله، ولكن اللي حصل كان فعلا عكس كده. الزمالك اثبت النهارده ان الفوز بالسوبر الافريقي والفوز بثلاثيه في الذهاب كان عن جداره واستحقاق، مش بمساعدات خارجيه اطلاقا. وده اللي على فكره حتى الكثير من جماهير الترجي والاعلام التونسي كان مدركه تماما، وكان بيقول ان هو ده حقيقي وان الترجي محتاج ان هو يشتغل بشكل اكبر في مباراه الاياب علشان لو اراد التاهل، ولكن النهارده ما حصلش. باتريس كارترون حط خطه دفاعيه محكمه، لو قلنا ان حازم امام كان في المباريات اللي فاتت هو نقطه ضعف الزمالك، النهارده كان حازم امام احد نجوم المباراه، ايضا فرجاني ساسي النهارده كان نجوم المباراه. ولو اتكلمنا عن فرجاني ساسي وحازم امام وابو جبل، ففي واحد تاني لازم يتحط في مرتبه لوحده تماما، النهارده الونش كان اعظم اداء بيقدمه في مسيرته النهارده للونش. لو قلنا ارقام الونش كده بشكل سريع هنجهزها لكم، يعني الالتحامات الارضيه 4 من 4، 4 التحامات دخلهم اخذ 4، الالتحامات الهوائيه اخذ 5 من اصل 6 كرات، يعني 6 التحامات هوائية أخذ 5 من أصل 6، فطبعا دي أرقام رائعة لمحمود حمدي الونش اللي على فكرة يعني مستمر في تقديم الحقيقة أداء رائع خلال الشهر اللي فات شهر فبراير. محمود حمدي الونش من المدافعين المميزين اللي طول عمر الناس كانت بتقول إن هو مشروع مدافع مميز، لكن بيعيبه التهور الشديد. هل النهاردة أداؤه هيقول إنه بيقول إن هو بعد كده هيختلف الامر بالنسبه له، ان هو هيبقى مدافع من الطراز الفريد اللي هو يعتمد عليه بشكل عظيم؟ هيفضل محمود حمدي الونش دايما بقولها، هو هتاخده كده تتقبله باكج على بعضه بمميزاته وعيوبه. مميزاته ان هو اشرس مدافع مصري من اللي هم بيلعبوا في الاهلي والزمالك ومنتخب مصر، يعني في الكرات الهوائيه عظيم، اسرع مدافع في الموجودين على الساحه، ولكن في المقابل في لحظه واحده تهور، لحظه واحده يتهور فيها ممكن يضيع لك ده، قدام الترجي في السوبر الافريقي ركله الجزاء اللي احتسبت عليه، قدام الاهلي في السوبر المصري التاكلينج على جيرالدو اللي كان ممكن جدا حكم اخر يحتسبه مخالفه لصالح جيرالدو وطرد للونش، لكن النهارده الحمد لله ما ارتكبش الخطا دوت اللي هو احيانا بيكون متهور فيه، وده ساعده عليه ان فعلا الترجي ما وصلش بكرات خطره على مرمى الزمالك. طيب نقطة بقى مهمة جدا واللي الناس كلها بتتكلم عنها، طارق حامد، هل طارق حامد هيلعب مباراة نص نهائي دوري أبطال إفريقيا ولا لا؟ الأول أنا عايز أقرأ التعليقات بس وأنا بفتح كده أقول لكم على طارق حامد. الوضع كالتالي، طارق حامد أو أولا اللايحة كانت دايما في إفريقيا بتقول إن الإيقاف بيكون بعد إنذارين، اللي بياخد كارتين صفر بيغيب عن اللقاء التالي. السنة دي بدأت البطولة واللايحة فعلا كده، ولكن الكاف عدل في نظام البطولة ضمن تعديلات كتير أقرها، يعني خلي بالك احنا في يناير برضو طلع تعديل آخر ان هو مسموح باستبدال اللاعب مدام ما شاركش ولا دقيقة. فمن ضمن التعديلات اللي هي كانت على فكرة التعديل ده كان قبل كمان التعديل بتاع الاستبدال، قال ان الإيقاف بعد كده هيكون بعد 3 إنذارات مش إنذارين بس. طيب ده الإنذار الثاني لطارق حامد، بالتالي مفترض ان طارق حامد يلعب الماتش اللي جاي ماشي، بس في المقابل طارق حامد اخذ انذار في بطولة السوبر الافريقي المباراة اللي كانت قدام الترجي، فكده معاه 3 إنذارات، يبقى 3 إنذارات يغيب عن مباراة الذهاب، ولكن مفترض ان مباراة السوبر الافريقي بطولة منفصلة انذاراتها لا تتراكم مع انذارات دوري ابطال افريقيا. هل الكلام ده مؤكد؟
ده الطبيعي، ده المفترض، ولكن لائحة السوبر الإفريقي مش موضحة النقطة دي، مش متطرقة لنقطة ان هو هل الإنذارات بتترحل لدوري أبطال إفريقيا ولا لا. فبالتالي ما اقدرش ان انا اقول لك واجزم لك ان هو لا الإنذارات مش بتترحل وطارق حامد معهوش غير انذارين وهيلعب الماتش اللي جاي. اللي انا اكده ان الايقاف بعد انذارين مش ثلاثه، وبالتالي مفترض ان دوت لو الانذار الثاني بس ومش محتسب بطولات السوبر انذارات السوبر الافريقي يبقى هو هيكون متاح عادي في مباراه الذهاب في نص نهائي دوري ابطال افريقيا. الوحيد اللي يقدر ياكد او المعلومه دي من هو يقدر طارق حامد يشارك ولا لا هو احمد زاهر المدير الاداري لنادي الزمالك، هو الوحيد حاليا في مصر اللي يقدر ياكد لك ان كان طارق حامد متاح للمشاركه في ذهاب السوبر الافريقي ولا لا. هتقول لي بي ان النهارده في الاستوديو كتبوا في الاول ان طارق حامد يغيب عن مباراه ذهاب نص نهائي افريقيا، هقول لك ان استوديو بي ان مش المصري، يعني هو مش هو الاتحاد الافريقي عادي جدا. يعني حتى كابتن هيثم فاروق في الاستوديو بعدها قال لك انا بطالب الاعداد ان هو يتاكد من المعلومه دي علشان انا مش متاكد منها. حتى كانوا كاتبين اصلا ان هو للانذار الثاني، وهي اللائحه اتعدلت بقت ثلاث انذارات، مش تقصير من حد، لان فعلا انت لو دخلت على ويكيبيديا تدور على لائحه دوري ابطال افريقيا هتلاقي مكتوب فيها الايقاف بيكون بعد انذارين، وده ليه؟ لان وقت بدايه البطوله كانت فعلا هي دي اللائحه، ولكن الكاف ارسل ملحق باللائحة دي للأندية، وده اللي الزمالك اخترنا بيه في وقت سابق. عشان كده أنا بتكلم في المعلومة دي بصيغة التأكيد مش بصيغة الشك. اللائحة بقت إن الإيقاف بعد ثلاث إنذارات مش إنذارين. طيب في حاجة تانية على فكرة الناس مش واخدة بالها منه، النهاردة فرجاني ساسي أخذ إنذار، وده الإنذار الثالث لفرجاني ساسي في البطولة، ولكن أيضا فرجاني ساسي مؤكد لن يغيب عن اللقاء القادم، وده لأن الإنذارات بترفع عن اللاعبين بعد مرحلة المجموعات، فبالتالي ده كان الإنذار الثاني لفرجاني ساسي ويحق لي المشاركة في مباراة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. الذهاب أو نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للزمالك هيكون مع مين؟ هيكون ما بين مازيمبي والرجاء. مباراة الذهاب انتهت بفوز الرجاء في المغرب 2-0، مباراة الإياب هتكون بكرة في الكونغو، مازيمبي مطالب بالفوز بثلاثة لو أراد التأهل، ومازيمبي طبعا والرجاء طبعا مطالب إن هو يتفادى الخسارة بفارق ثلاث أهداف علشان يبلغ نص النهائي. مباراة الذهاب هتكون إما في المغرب أو في الكونغو، يعني خارج أرض مصر، والكلام ده هيكون يوم 1 مايو المقبل، ومباراة الإياب إن شاء الله تكون في مصر. نتمنى أن يكون استاد القاهرة لم يغلق وقتها والمباراة تكون في استاد القاهرة، لأن طبعا كان في أنباء قبل كده بتقول أن استاد القاهرة هيغلق في شهر إبريل لإجراء الصيانة. أعتقد بما أن دلوقتي بقى فيه فريق مصري على الأقل في نص النهائي وإن شاء الله يكون اثنين بكرة، فممكن بقى نأجل الصيانة دي لأن أصلا حالة استاد القاهرة في حالة جيدة. طيب نرجع لنقطة الذهاب بتاع نص نهائي دوري أبطال إفريقيا. خلاص الكلام ان فرجاني ساسي موجود ده اكيد، مفيش ولا لاعب تاني عليه اي كلام غير طارق حامد، ولكن حتى سواء وده اللي هيحصل ان شاء الله، يعني بنسبة فوق 98% طارق حامد موجود في مباراة الذهاب، احنا قدام الوضع التالي: طارق حامد وفرجاني ساسي انذار واحد يخليهم يغيبوا. اي غياب للواحد من الاثنين دول سواء في اياب نص نهائي دوري ابطال افريقيا او في النهائي طبعا هيكون مؤثر وبقوة على الزمالك، فده طبعا مطالب بيقول ان لازم الاثنين يكونوا هاديين جدا يتفادوا الانذارات باكبر قدر ممكن، لان النهارده انذار طارق حامد اساسا يعني ملوش مبرر. انت ما ارتكبتش الفاول قبل الهدف علشان ما تاخدش انذار، فبعد بعد الجول تتخانق مع اللاعب علشان الكوره وتاخدها بسرعه، يعني هو لو اخدها وجري بيها لنص الملعب هيحصل ايه؟ ما انت ممكن تتاخر في لعبها عادي. يعني الكرات اللي زي دي بتبقى اسمها انذارات مجانيه مش مطلوبه، لانها فعلا بتضر الفريق. طبعا طارق حامد لاعب عظيم يعني وفوق التقييم ودايما هو اهم لاعب في الفريق والكلام ده كله احنا عارفينه وقلناه مرارا وتكرارا، ولكن النقط ديت ادينا وحطتنا في الموقف اللي احنا فيه ده. انا عارف ان الكلام سهل دلوقتي على كرسي، ولكن في وقت الماتش بيكون وقت الحماس وقت الشده مش سهل ان انت تسيطر على نفسك، ولكن يعني لو قدرت تسيطر على نفسك هيكون افضل كتير ليك وللفريق في الماتشات اللي جايه. وعلى فكره للتذكير، يعني طارق حامد السنه اللي فاتت في الكونفدراليه لعب حوالي 4 أو 5 ماتشات متتاليه على ما اذكر، وهو مهدد ان هو لو اخذ انذار هيغيب عن الماتش اللي جاي، ومع ذلك حافظ على نفسه
ما خدش ولا انذار لحد ما وصلنا للنهائي ولعب النهائي وكان نجم المباراه رغم الاصابه والزمالك توج بالبطوله. فطارق حامد قادر على ده. في كل الاحوال كمان محمد حسن النهارده بيشارك مع باتريس كارترون لاول مره من فتره واخد فتره يعني اخد حوالي 8 دقائق في نهايه المباراه. اذا بدا يكتسب ثقه باتريس كارترون، لازم هو نفسه بقى يعرف ان هو مش بعيد تماما عن المشاركه. محمود عبد العزيز السنه اللي فاتت كان بره الصوره في وقت من الاوقات لحد اصابه فرجاني ساسي، بقى هو الاساسي جنب طارق حامد واستكمل بطوله الكونفدراليه الافريقيه. محمود عبد العزيز مصاب حاليا، مفيش غير محمد حسن. لازم محمد حسن يعرف ان هو في مفترق طرق في مسيرته، لازم يوصل لافضل جاهزيه بدنيه في الفتره الحاليه، لانه ممكن في اي وقت يلاقي نفسه اساسي مع الزمالك، ووقتها يا اما هتكتب تاريخ لنفسك وتقول ان انت جدير بالتواجد في نادي الزمالك، اما الناس مش هتذكرك بعد كده، لان لو ما اديتش في المستوى في الوقت ده ما حدش هيكون مطالب ان انت تكون موجود في الفتره اللي بعدها. والخروج من الزمالك او من الاهلي معناه ان انت بتبدا مسيرتك من اول وجديد، وتبدا تبحث عن نادي تحاول تظهر فيه من اول وجديد عشان تعود للواجهه مره اخرى. طيب انا عايز بقى اقرا تعليقات الناس الاول عقبال لما اوصل بس للتعليقات. تاني النهارده كابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي قال ان لو في حاله استمرار عدم مشاركه الحراس بتوع المنتخب الاولمبي بصفه اساسيه فان هو هيستدعي حارس المنتخب الاول للمشاركه في الاولمبيات. مين هم حراس المنتخب الاولمبي؟ كان محمد صبحي اللي هو الحارس الثالث للزمالك وحاليا الرابع كمان بعد عوده جنش وقيده افريقيا. ايضا كان عمر رضوان حارس الجونه، مش متذكر الحقيقه مين الحارس الثالث، ولكن هم الثلاث حراس ما بيشاركوش بصفه اساسيه يعني. الرابع بتاعهم كان مصطفى شوبير برضو حارس الثالث في الاهلي، مش متذكر الحقيقه مين الحارس الثالث، ولكن هم كلهم مش بيشاركوا بصفه اساسيه. ففي حاله ان ما حدش فيهم بيشارك فهيبقى اللجوء لمحمد الشناوي اللي هو حارس الاهلي وحارس منتخب مصر الاول واللي هو بيقدم افضل مستوياته ما شاء الله مع الاهلي. بعتبر اعتقد السنه دي يعني سنه المجتهدين، كان محمد الشناوي مع الاهلي او محمد ابو جبل مع الزمالك، الاثنين جم من بعيد بعد ما كانوا خارج الصوره ولكنهم شاركوا وتألقوا وأثبتوا جدارتهم إن هم يكونوا الحارس الأول لكل فريق. محمد نور بيقول طارق حامد هيلعب عادي لائحة جديدة 3 ماتشات. مجدي جبالله بيقول يا أستاذ لازم استاد القاهرة يتغلق، دي عقود معمولة لزرع النجيلة الصيفي وده مش بالحب، فيش كلام من ده يا أستاذ مجدي. أحمد صالح بيقول هو فعلا السيطرة على النفس دي صعبة شوية عند طارق حامد. مش صعبة ولا حاجة لانها مش اول مرة هو بيعملها عادي، مش يعني مش طارق حامد مش من اللاعبين حتى اللي هو كل ماتش بياخد انذار للاعتراض او انذار للخناقة او حاجة، لا انذاراته دايما بتبقى بسبب يعني تدخلات قوية فعادي، لا يعني هو النهاردة مش استثناء، مش ده الطبيعي يعني. طيب حسام اسماعيل بيقول مبروك انا اهلاوي، وبرجو بيقول رد عليا قول لي مبروك يا برجو. مبروك يا برجو عادي. وعمار حسن بيقول زمالك فن وهندسه. اما محمد انور بيسال مصطفى محمد هيغيب، وانا بقول لك لا يا محمد، ولا لاعب من الزمالك هيغيب عن مباراه الذهاب. الكلام كله على طارق حامد، واللي انا بقول لك ان شاء الله كمان مش هيغيب عن مباراه الذهاب وهيكون متواجد بشكل طبيعي. الحاج عثمان بيقول مبروك الصعود لجميع الزملكاويه. اما مصطفى رضا بيقول تحيه لكل اللعيبه الرجاله وتحيه خاصه لفرجاني ساسي. ومعاك حق فعلا يا مصطفى، النهارده كمان فرجاني ساسي كان من نجوم المباراه خاصه في الشوط الثاني اللي الزمالك قدر ان هو يعني، لو قلنا الشوط الاول كان الترجي ماسك كوره، لكن الشوط الثاني الزمالك بقى بيبادل الترجي الخطوره، بقى اخطر كمان من الترجي. لو قلنا كره الهوني ابو جبل تالق فيها، ولكن كعدد هجمات الزمالك وصل بمثلا الكوره بتاعه مصطفى محمد التصويبه اللي بن شريفيه تصدى على مرتين، كره اوباما اللي جت بجانب القائم. فلا الزمالك وصل في الشوط الثاني. سفيان مش عارف اقرا الاسم الحقيقه ولكن يبدو انه من المغرب بيقول النهائي الوداد والرجاء. مصطفى الحفناوي بيقول ساسي العشق. ونبيل احمد عبد العليم بيقول الف مليون مبروك تاهل نادي الزمالك لنصف النهائي. في كمان حد بيقول مش حاسين بعدم وجود مدرب احمال في الزمالك، متفق معايا حقيقه ان وقت المشاكل بتظهر الاسئله،
وقت ما النتائج السلبيه بتكون حاضره دايما بيبدا التشكيك ومحاوله ان الاعلام او الجماهير تلاقي الثغره فين، فبتبدا الاجتهادات وتقول ما يمكن هنا. فوقت ما نتائج الزمالك كانت وحشه بدا تطرح على الساحه فكره ان هو غياب مدرب الاحمال وان هو ده السبب، رغم ان انت ما كنتش بتلاقي مثلا ان الزمالك بيلعب شوط اول ممتاز وانهار في الشوط الثاني، كان عادي يعني، ولكن كان ده السؤال اللي بيتقال ليه ما فيش مدرب احمال. باتريس كارترون قال ان هو انا مش محتاج مدرب احمال، انا دارس احمال، انا اقدر احط الاحمال بنفسي. فكره باتريس كارترون في الاهلي ما كانش معاه مدرب احمال، ولا في وادي دجله ولا في الرجاء، فهو هي دي سياسته يعني، هو مش بيوفر يعني، هو مش عايز مدرب احمال لانه بيعرف يقوم بمهام المدرب الاحمال فبالتالي مش محتاجه. ايه تاني؟ صلاح كباتشو بيفكرني وشكرا يا صلاح، بيقول حارس الثالث للمنتخب الاولمبي كان عمر صلاح طبعا حارس الزمالك واللي حاليا متواجد في نادي سموحه. الهامي بيقول طب تفضل اوناجم ولا اوباما؟ لا اوباما طبعا هو صانع الالعاب الوحيد اصلا في نادي الزمالك حاليا، وفي غيابه بيتوظف اشرف بن شرقي في المركز ده، ونجم لعب مباراه الذهاب لغياب اوباما للاصابه وكان ما لعبش في المركز ده ولكن لعب كجناح ايمن، واضطر احمد سيد زيزو ان هو يترحل للناحيه الشمال، ولكن اللي هم ال11 اللي بداوا من النهارده هم ال11 الاساسيين في نادي الزمالك، هو ده افضل تشكيله متاحه للزمالك وافضل تشكيله ممكنه، دايما لما يكون كل اللعيبه جاهزه هم دول اللي هيبداوا. ماشي. محمد اشرف بيقول طب انت في رايك تتمنى الزمالك يقابل مين في نص النهائي دوري ابطال افريقيا، مازيمبي ولا الرجاء؟ بص علمتني الكوره المصريه يعني ان انا ما اتمناش حد في قرعه، ان اللي انت بتتمناه دايما بيبقى هو بيجي يعمل لك مقلب، سواء سواء الرجاء او مازيمبي فالمباراه هتكون صعبه، انت بتلعب في نص النهائي دوري ابطال افريقيا مفيش حاجه اسمها ماتش سهل. مازيمبي معروف ان هو على ارضه كمين ما بيخسرش، ودي الاحصائيات مش مبالغه يعني، هو اخر خساره لمازيمبي على ارضه في دوري ابطال افريقيا كانت من هلال السوداني سنه 2009 يعني من 11 سنه، وكانت في مباراه تاهل الرجاء مازيمبي في مجموع مباراتيها يعني، هو كان ضمن الماتش اصلا في السودان فخسر في الكونغو، فمازيمبي على ارضه صعب المنال، الرجاء على ارضه جماهير وزعبلية جماهير بتمثلك بقى ضغط فعلا جحيم، ده بقى الجحيم فعلا، والدليل ان هم هو الجماهير لوحدها قدرت تكسب مازيمبي 2-0 في مباراة الذهاب، فالمباراة هتكون صعبة في الحالتين. مش هختار يعني، انا ليا احد بفضل ان انا اختار، ولكن مش هختار عشان انا دايما مبحبش ان انا اقول ده اسهل لنا، لان فعلا الاثنين هيكونوا صعبين. طارق هيغيب، ما قلنا جاوبنا على السؤال ده. احمد شحده بيقول فين كريم بامبو؟ كريم بامبو مستبعد لاسباب فنيه مش لشيء اخر. عيد القاضي بيقول ان شاء الله البطوله المصريه سواء زمالك او اهلي ان شاء الله. جمال شيكا بيقول لي قول لي مبروك انا كمان، الله يبارك فيك. طيب حماده ياسين بيقول طارق كابيتانو ويقدر يسيطر على نفسه بسهوله، ده اكيد. حازم محمد بيقول زيزو مهزوز افريقيا ليه؟ ودي برضو نقطة ممكن نتكلم فيها. احمد سيد زيزو ليه بيلعب اصلا في نادي الزمالك اساسي حاليا؟ احمد سيد زيزو هو افضل المتاحين حاليا، بس دوره الاساسي يعني زيزو مش من اللعيبة اللي هي تقدر تعتمد عليها كحل هجومي يقلب لك ماتش، يروح يخلص لك ماتش بمجهودات فردية، مش اشرف بن شرقي من الاخر، ولكن قيمته الحقيقية في ادواره الدفاعية اللي بتخلي حازم امام واقف على رجله. يعني تخيل حازم امام اللي هو كلنا متفقين ان هو ضعيف دفاعيا لوحده مع جناح مع شيكابالا مثلا اللي هو ما بيوجدش الادوار الدفاعيه، كان ايه هيبقى الوضع؟ حازم امام هيقابل الهجمات من كل مكان مش هيقدر ان هو يقف قدامها، لكن زيزو بيلعب اساسي مع الزمالك علشان هو بيقوم بدور دفاعي على اكمل وجه مع حازم امام، وهي دي قيمته الاساسيه حاليا، مش قصه بقى ان هو بيبقى مهتز في المباريات الافريقيه ولا لا، وفي الدوري المحلي المنافس بيبقى اسهل، فبيبقى حريته اكثر ان هو يتقدم ويشوط واحيانا تصيب معاه ويسجل اهداف، فيبان لك ان هو ده حل عظيم هجومي، ولكن في المباريات الافريقيه بيبقى الدور الموكل ليه ان هو يدافع بشكل اكثر من ان هو يهاجم، وبيقوم بيه بدو اكمل وجه، والدليل طبعا النتائج خاصه خارج الارض. محمد جيكا بيقول مصطفى فتحي فين؟ كان موجود النهارده على دكه البدلاء، ولكن مصطفى فتحي منذ عودته من الاصابه ولم يعد للمستوى المعهود عليه، وبالتالي تواجده على دكه البدلاء امر طبيعي، ولو نجم موجود ما كانش مصطفى فتحي كمان هيكون موجود.
مصطفى البكري بيقول ايه رايك في كارترون؟ اتكلمنا عن كارترون ولكن يعني عن ماتش النهارده، ولكن لو اتكلمنا بشكل عام عن الشخصيه اللي وفرها للزمالك، كارترون انقذ موسم الزمالك. الزمالك من حوالي يعني مش هقول لك من قبل ما يجي كارترون، الزمالك من شهر كانت جماهيره بتتكلم بشكل يائس عن موسم صفري يلوح في الافق. كان الكلام على ان شهر فبراير هيبدا مباراه الاسماعيلي، بعدها مباراه السوبر الافريقي، او قبلها في ماتش حرس الحدود انا عارف كمان، بس يعني المباراه القويه تبدا بالاسماعيلي، بعدها السوبر الافريقي تخسره، بعدها السوبر المصري تخسره، بعدها مباراه الترجي في ربع نهائي دوري ابطال افريقيا تخسره، ثم اقاله كارترون. ده كان بعض الناس بتتكلم بالصوره دي، ولكن ما حدث ان كارترون اعاد الزمالك وخلى الموسم ناجح. يعني بعد ما كان الموسم هيبقى صفري، لا هو حتى في حاله عدم تحقيق اي شيء اخر بقى يعتبر موسم ناجح للزمالك. موسم حققت فيه السوبر الافريقي، موسم حققت فيه السوبر المصري، موسم تاهلت فيه على الاقل لنص نهائي دوري ابطال افريقيا بعد اقصاء الترجي اللي هو حامل اللقب في اخر بطولتين. فطبعا كارترون ناجح بشكل عظيم مع الزمالك، ويستحق على الاقل موسم كمان مع الزمالك يبدا فيه بشكل نظيف بقى، على يعني على ميه بيضه، هو اللي يحط القايمه، هو اللي يعمل فتره الاعداد، ويكون الحكم بقى عليه بشكل افضل كمان في الموسم القادم. ايه تاني؟ ادهم جمال بيقول تفتكر الزمالك هيصعد فاينل ويقابل الاهلي لو عدى ماتش بكره ان شاء الله؟ ايه ده انت متاخر قوي دي كده. لا الزمالك عدى يا ادهم وتاهل لنص النهائي وان شاء الله، ولا يمكن تكون قصدك الاهلي، انا اسف انا اسف، هو يقصد الاهلي. لو الاهلي عدى ان شاء الله ماتش بكره، ممكن جدا ان هو الزمالك والاهلي يتقابلوا طبعا في النهائي، لانهم مش في سكه بعض. الاهلي هيكون في سكته الوداد والنجم الساحلي، مباراه الذهاب فاز فيها الوداد، مباراه الاياب هتكون في رادس برضو بكره النجم الساحلي. اعتقد ان لو الاهلي تاهل بكره فيبقى بشكل كبير او مفترض ان هو الناحيتين هما الاقوى، الاهلي اقوى في ناحيته، الزمالك سواء مازيمبي او الرجاء فيها كلام، ولكن برضو الزمالك اقوى وقادر، فان شاء الله جدا ممكن نشوف مباراه النهائي ما بين الاهلي والزمالك ما فيهاش حاجه. حسن حسين بيقول التحيه الحقيقيه للحكم، بصراحه كان عند حسن الظن. حقيقة النهارده الحكم ساعد الزمالك، مش بقول كده ان هو الزمالك الحكم ظلم الترجي، خلي بالك من الكلمه عشان ما تفهمهاش غلط، لا الحكم ما ظلمش الترجي، ولكن الحكم ساعد الزمالك بانه بكثره المخالفات. الفريق اللي يكون بيلعب على ارضه بيكون محتاج اللعب يشتغل بسرعه، ماشي بسرعه، مش كل شويه صفاره صفاره صفاره. النهارده مع نهايه الماتش مجموع الاخطاء اللي اتحسبت على الزمالك والترجي بلغت حوالي 55 مخالفه، يعني اكتر او اقل بمخالفتين مثلا، رقم كبير جدا على ماتش واحد ما كانش فيه عنف. يعني مشوفناش اصابات، مشوفناش كروت حمراء، مشوفناش تدخلات قويه، مباراه عاديه جدا، ولكن المخالفات كانت كتير. دي سذاجه من الترجي ان هم وقعوا في فخ ان هم يعملوا مخالفات كتير فيعطلوا يهدوا رتم اللعب، ونجاح من الزمالك ان هو قدر كل شويه يهدي اللعب ان هو ياخد مخالفه او يعمل مخالفه في اماكن مش خطره، وكمان اجاده من الحكم ان هو بيحتسبها، مش بيقول انا الترجي بيلعب على ارضه فلازم اكرمه يعني. فمصطفى قربان الحقيقه الحكم الجزائري النهارده عمل ماتش فعلا رائع، وتحيه كبيره ليه. ابو خالد بيقول توقعك لمباراه الاهلي غدا. بص اللي انا متاكد منه ان شاء الله ان مباراه الخمسه مش هتتكرر، لانها بتحصل مره في العمر، بتبقى داخل مش يعني عارف انت ايه، مش عامل خوانه، مش مدي خوانه فتتضرب. لكن لو انت داخل وانت كسبان 2-0 عارف المطلوب منك بالظبط من الماتش، مستحيل تاخدها ان شاء الله، يعني مش هتحصل. فانا اتوقع تاهل الاهلي بكره. الاهلي ليه اسمه تاريخيا وافريقيا، يعني ما دام متقدم 2-0 في مباراه الذهاب صعب جدا ان اي فريق يعود قصاده، رغم طبعا قوه ماميلودي سان داونز، لكن اعتقد ان الاهلي بكره مش هيفتح الملعب زي ما بيتسو موسيماني قال في المؤتمر الصحفي، قال لك احنا نقدر نكسب 5-0 تاني، ولكن ما اعتقدش ان الاهلي هيفتح الملعب تاني، فعشان كده صعب انها تتكرر وانها ما تحدثش غير مره واحده
في العمر ده تصريح حقيقي، وتصريحك ده مش هيستفز مثلا ريني فايلر فيقوم قايل طب انا هفتح اللعب علشان اوريك ان انا ممكن افتح اللعب واكسب. لا، هو انت متقدم 2-0، مش مطالب ان انت تروح تسقر من سان داونز وتكسب 5 عشان ترد له الخمسه، لان أو يعني لا، انت الغرض ان انت تتاهل مش الغرض ان انت تسقر. واصلا لو في حد عايز يسقر، انت واخد من سان داونز قبل كده نهائي دوري ابطال افريقيا، انت مواجهات المباشره الاهلي تفوق كاسح للاهلي، مفيش غير خساره واحده اللي هي المباراه العارضه بتاعه الموسم اللي فات ده الخماسيه. فالاهلي مش مطالب ان هو يسقر، الاهلي مطالب بالتاهل والتاهل فقط، والتاهل هيتحقق بغلق المساحات طبعا وبخطه اشبه بخطه باتريس كارتيرون النهارده قدام الترجي. طيب ايه تاني؟ فيصل جويش بيقول تحيه للوينش وعلاء وجباسكي. احمد امين سعد اعتقد انه من تونس بيقول غدا ريمونتادا النجم الساحلي على الوداد باذن الله. منصور ابو عريضه او ابو ريده، مش عارف ابو عريضه مكتوب ايه في النص، مش ابو ريده المفروض. الفارس الابيض يسقط حامل اللقب ويصبح اول اضلاع مربع نصف نهائي دوري الابطال الافريقي. محمد بسيوني نادي الزمالك نادي الملوك ان شاء الله البطوله زملكاويه. احمد حمدي بيقول مبروك انا اهلاوي. احمد محمود بيقول نهائي الزمالك واهلي والزمالك هياخد نهائي الزمالك والاهلي والزمالك هياخد البطوله ان شاء الله. ايه تاني؟ احمد حسن بيسال تاني رايي في كارتيرون، وده خلاص اتكلمنا فيه. عمر الرجبي بيقول في فار في نص النهائي ولا النهائي بس؟ لا، النهائي بس يا استاذ عمر. ابو مليكة بيقول ايه رايك في التغييرات النهارده؟ التغييرات كانت متاخره جدا، بس مش متاخره يعني المفروض عن الميعاد الصحيح، لا هي متاخره لانها حصلت في الدقائق الاخيره، ولكن ميعادها كان مظبوط. التغييرات كانت في الهدف منها الاول، يعني الاول كان محمد حسن نزل علشان يقفل الملعب اكتر، يبقى ثالث جنب فرجاني ساسي وطارق حامد، وده كان مطلوب بما انك انت خلاص مطلوب كل مطلوب منك ان انت 10 دقائق تغيير في الدقيقه 80 ما يخشش فيك جول، فكان منطقي جدا ان انت تنزل محور ارتكاز ثالث، ما عندكش عندك غير محمد حسن في المواصفات دي. التغيير الثاني كان كاسونجو مكان مصطفى محمد في دقيقه اعتقد 85، وده كان لان مصطفى محمد استنزف بدنيا بشكل كامل، فكان طبيعي ان هو يخرج وينزل المهاجم اللي انت يبقى مركز بمركز، لانك لو خرجت مهاجم ونزلت لاعب في مركز اخر تبقى بتدي اريحيه لدفاع الترجي ان هو يتقدم فيشكل عليك ضغط اكبر، فانك نزلت كاسونجو ده لانه المهاجم اللي موجود على دكه البدلاء. كاسونجو قام بالدور ده وحاول ان هو كل كره تجيله يروح على الاطراف يكسب بيها وقت او ياخد مخالفه، وعمل الدور ده. التبديل الاخير كان في المقام الاول لاهدار الوقت، كان محمد عبد السلام في الوقت الضايع في الدقيقه 92 نزل كمدافع زياده، اللي هو عارف انت فرد زياده يقف في ورا عشان اي كره طويله يقدر يبقى في كثافه زملكاويه اكتر. فاعتقد التغييرات كانت موفقه من باتريس كارتيرون. احمد حسين بيتاني بيقول هل الاهلي خسر باتريس كارتيرون؟ ما اقدرش اقول لك كده لعده اسباب. اولا ان ريني فايلر حاليا مش مدرب يجعلك تندم على رحيل مدرب سابق، ريني فايلر ماشي بشكل كويس، فبالتالي مفيش مداعي ان انت تقول ان انا خسرت مدرب سابق، لا تخليك في الوضع الحالي. ده اول سبب. السبب الثاني ان باتريس كارترون كان وصل لمرحله مع الاهلي ما كانش ينفع يستمر، ان انت خسرت نهائي دوري ابطال افريقيا بعد الفوز ذهابا 3-1 تروح تخسر 3-0 بره ارضك، دي صعبه. طب بعدها بيليها خساره من الوصل في البطوله العربيه، وقبل الخساره من نهائي دوري ابطال افريقيا كان في خساره من الاتحاد السكندري برباعيه في الدوري، فنتائج كانت سلبيه متتاليه كانت تخلي التفكير المنطقي تماما هو التفكير في الاطاحه بيه. احيانا التوفيق بيتدخل. هقول لك ان هو العشر ثواني في مباراه في الشوط الاول من مباراه الاهلي والترجي في العوده في رادس لو عدت من غير جول سعد بقير كان زمان الاهلي هو بطل دوري ابطال افريقيا، وكان زمان باتريس كارترون ربما مستمر مع الفريق لحد دلوقتي، ده حقيقي، ولكن ما حصلش. واحيانا التفاصيل الصغيره دي فعلا بتتحكم في مصائر اجيال، وده حقيقي بيحصل مع كل الناس. يعني الحديث دلوقتي ان احنا بنتكلم عن هيكتور كوبر ان هو مدرب له ما له كنتائج
وعليه الاداء السيء ان هو كنا بنقول عليه، ولكن في النهايه هو مدرب وصل لنهائي دوري او كاس الامم الافريقيه بعد غياب لمصر عن الساحه حوالي 6 سنين، وصل مصر لكاس العالم بعد غياب 30 سنه. ده اللي هيظل يذكر به هكتور كوبر طول التاريخ، ولكن كل ده ما كان ليكون لو هدف نيجيريا سجل اللي طارق حامد انقذه من على خط المرمى في مباراه نيجيريا. هدف ده كان هيخلي نتيجه 2-0 لنيجيريا، كان هيخلي نيجيريا تتاهل لكاس الامم الافريقيه 2017 بدل مصر، عشان المجموعه كان بيتاخد منها واحد بس بعد انسحاب تشاد، وبالتالي ما كانش هكتور كوبر هيستمر اصلا مع منتخب مصر، لانه كان هيقال طبعا بعد التفشل في التاهل لامم افريقيا وقتها ما كناش هنشوف اي حاجه من اللي احنا شفناها من الجيل التالي. فهي احيانا التفاصيل الصغيره دي بتصنع الفارق. طيب ايه تاني؟ هل عمر في جابر في الزمالك، وهل هو مفيد للزمالك؟ عمر جابر او الزمالك محتاج باك يمين طبعا، وعمر جابر بيقدر ان هو يقدم حل الباك اليمين وحل الخط الوسط، وبالتالي هيكون حل جيد جدا للزمالك ان ضموه في الصيف القادم. اعتقد كده كفايه قوي. طب اخر سؤال، اسلام جابر يجب الاستفاده منه باك يمين لعيب راجل وحماسي؟ لا ما اتفقش معاك مرحله اشاره الاسم الحقيقه. انا قلت حماده طلبه، ايوه اللي انقذ الكوره مش طارق حامد، انا اسف حماده طلبه، لو انا قلت طارق حامد عشان كلام كان كتير عليه، لكن حماده طلبه طبعا هو اللي انقذ الكوره في ماتش نيجيريا. اسلام جابر لا يصلح طبعا هو يلعب باك يمين. اسلام جابر تدرب ان احيانا ان هو يلعب باك شمال، والنهارده كان موجود على دكه البدلاء كبديل لمحمد عبد الشافي في ظل عبد الله غياب عبد الله جمعه، كان اسلام جابر موجود كباك عشان لو حصل لا قدر الله حاجه لعبد الشافي هو اللي يلعب، ولكن كباك يمين ما ينفعش. يعني هو ما يبقاش جناح اصلا يمين وانت تخليه باك يمين، هو لاعب اشول وتلعبه باك يمين وعمره ما لعب كباك، فهتبقى صعبه قوي. يعني ما ينفعش ان انت تعملها في لاعب زيه، ولكن يجب الاستفاده منه هو وجميع بدلاء الزمالك في الفتره المقبله في الدوري، وتجهزهم علشان قبل 1 مايو اللي هو موعد نصف نهائي دوري ابطال افريقيا تكون واصل باكبر قدر من الجاهزيه لكل اللاعبين، عشان انت مقبل طبعا على 3 مباريات هامه جدا، 3 مباريات يفصلوك عن لقب مصري باذن الله سواء للزمالك او للاهلي. شكرا ليكم، مبروك للزمالك، ان شاء الله بكره نكون موجودين تاني ونبارك للاهلي على التاهل، بعد بكره نكون موجودين ونبارك لبيراميدز والمصري في المهمه الصعبه بعد التعادل في مصر 2-2، مباراه صعبه قدام نهضه بركان في المغرب. شكرا ليكم والسلام عليكم.